اعترافي بقول لك جيب شيء اعترافي لشخص ذاتي انتحار. اساليب التعذيب اللي استعملوها معايا اجبرتني ان انا اعترف بجريمة انا ما عملتهاش. في 29 ديسمبر سنة 2005 صحى أهالي قرية شمس الدين في مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا على جريمة هزت مصر كلها مش الصعيد بس، وساعتها بقت قرية شمس الدين معسكر لرجال الشرطة. ولحد النهاردة احنا في 17 سبتمبر سنة 2023 الفعل مجهول. وساعتها أثبتت التحقيقات إن الجاني ارتكب الجريمة بغرض استئصال الأعضاء التناسلية من 10 أفراد من عائلات مختلفة قربانا للجن، ولحد الآن الفاعل مجهول. قصة اليوم هي المعروفة بمذبحة بني مزار. قواضي كتير ارتكبها جناه وهربوا وتأيدت ضد مجهول بعد جهود كتير من رجال الشرطة، بس قضية مذبحة بني مزار لحد الآن محل اهتمام للبعض، ولحد الآن القاتل مش معروف. وتفاصيل المذبحة حدثت بعد الساعة 12 بالليل، وقال أبو بكر عبد الحميد شقيق أحد الضحايا، وده كان شغال عامل في فرن عيش في القرية ومعتاد إنه يصحى يصلي الفجر في المسجد، وقبل ما يروح المسجد يعدي على بيت أمه يصحيها ويصحي أخوه طه علشان خاطر يصلوا الفجر. لكن المرة دي قعد يخبط كتير بس محدش رد عليه. طلع نسخة المفتاح الموجودة معاه وفتح الباب، والغريب إن والدته كانت بتسيب نور الصالة مولع، لكن المرة دي كان النور طافي. ولع نور الصالة ودخل على أوضة نوم أمه، لقاها جثة هامدة وغرقانة في دمها. جري على أوضة أخوه علشان يصحيه، لقى أخوه طه غرقان في دمه هو كمان. قعد يصوت ويستغيث بالجيران لحد ما وقع وأغمى عليه. الجيران صحوا على صوته وتعالت الأصوات في الشارع. وصلت أصوات الاستغاثات والصويت لأختين، وكان اسمهم زينب وأم هاشم اللي كانوا نايمين في الدور الثاني، ودول جيران والدة وأخو أبو بكر عبد الحميد. ولما سمعوا الصوت نزلوا يجروا للدور الأول علشان يلاقوا أبوهم وأمهم وأخوهم أحمد وأختهم فاطمة جثث هامدة وغرقانة في دمها. قعدوا يصوتوا لحد ما الجيران اللي متجمعين عند منزل أبو بكر سمعوا صوتهم. جروا على بيتهم لقوهم مغمى عليهم وسط أربع جثث، وتجمع كل أهل القرية جنب البيتين اللي فيهم المذبحة. وكان الطفل محمود الطالب في الإعدادية راجع من عند جدته الكبيرة في السن اللي كان بيروح يبات عندها لبيت والده علشان كان ناسي كتاب، لأنه هو كان بيروح يبات عند جدته كل يوم علشان خاطر يونسها. يطلع من عند جدته على المدرسة ويجي من المدرسة على بيت والده، يقعد طول النهار مع أمه ومع أبوه ومع أخواته، وبالليل يروح يبات عند جدته وهكذا. لحد في اليوم المنكوب ده كان ناسي كتاب المدرسة في بيت والده، فقال نروح نجيب الكتاب ونطلع من هناك على المدرسة. وأول محمود ما دخل الشارع لقى لمة كبيرة من الجيران موجودين في أول الشارع، ناس بتعيط وناس بتصوت ورعب مال الشارع. قعد يدور على أبوه بينهم ما لقاهوش، جرى على بيتهم وفتح الباب علشان يتصدم في جثة والده ووالدته وأخوه محمد وأخته أسماء غرقانين في دمهم كلهم. قعد يصوت وجاله انهيار عصبي وقع على الأرض ميت جثة جنبهم، قلبه ما تحملش صدمة وفاة أمه وأبوه وأخواته. وصلت الشرطة والإسعافات لنقل الجثث للمشرحة علشان يشرحوهم، وهنا كانت المفاجأة. جميع الجثث مش موجود أعضائها التناسلية، واستجوبت الشرطة الجيران الموجودين على وعسى حد منهم يوصلهم بخيط إن هم يقبضوا على الجناة. وباستجواب محمد عزت عبد اللطيف اللي هو ابن خال يحيى، يحيى ده اللي هو والد محمود اللي هو الطفل اللي كان في الإعدادية، نفى تماما معرفته بأي حاجة عن الجريمة. قال إن يحيى ابن خاله طيب وفي حاله وكان مخلص جدا في عمله وأهل القرية كلهم بيحبوه. وبسؤال أحد الجيران قال إنه صحى الساعة 2:30 بالليل على صوت نباح الكلاب، بس نام تاني ما صحهوش إلا صوت الجيران في الشارع وهم بيصوتوا أول ما لقوا الجثث دي. وبعدها طلع أهالي القرية علشان يشيعوا جثث الضحايا، وطلعت شائعات كتير بين أهالي القرية، اللي يقول إن الجن هو سبب في الجريمة، واللي يقول إن الجريمة بسبب أثار وتقطرة الأقاويل، لأن من المستحيل طبعا إن حد يقتل 10 أشخاص في 2:30. ومش معقول إن إنسان يستطيع التنقل بمفرده فوق أسطح 3 منازل مختلفة.
ومحدش يشوفه أو يسمعه. وبعد ساعات نجحت الشرطة في القبض على شاب كان عنده 27 سنة اسمه محمد عبد اللطيف، وكان الشاب ده بيعاني من مرض نفسي. والخبر اتذاع في مؤتمر صحفي علشان خاطر يكون مفاجأة لمصر كلها. بعد التحقيقات اتردد ان محمد لقى كنز تحت احد المنازل الموجودة في القرية، وبعد فشل الوصول للكنز استعان بالجن علشان يفتح المقبرة، اللي طلب منه 5 أعضاء تناسلية للرجال و5 أعضاء تناسلية للنساء والأطفال و10 رؤوس حمامات، 5 ذكور و5 إناث قربانا للجن. ودارت شائعات كتير في القرية ان في مقبرة اثرية في القرية، وعلشان المقبرة تتفتح لازم يقدموا قرابين للجن، وبالاخص لان القاتل كان بينفذ جريمته بتفاصيل دقيقة. كان كل جثة من الذكور كان جنبها راس حمامة من الذكور، وكانت كل جثة من الاناث كان جنبها راس حمامة من الاناث. وده اللي اكد للشرطة ان كان القتل او المذبحة بغرض الاستيلاء على الكنز او الاثار. وتداولت محكمة جنايات المنيا القضية في 7 جلسات، كما برأت محكمة النقض محمد عبد اللطيف، اللي أكد تقرير الطب النفسي إن جاء بسلامة قواه العقلية. أجبروني إن أنا أعترف، أغلقت على الموت، خلاص أشركت على الموت إن أنا كنت إنسان بموت من شدة التعذيب اللي أنا تعذبته. مين اللي كان بيعذبك؟ الضباط. وإن من المستحيل شخص بمفرده يقوم بذبح 10 جثث في 2.5 ساعة وفي منازل مختلفة كمان، ومش معقول شخص واحد يقتل 10 أفراد ويفتح بطنهم ويستأصل العضو الذكري في الأنثى وفي الذكر، وبعد كده يجيله قلب ان هو يذبح حمامة ذكر يحطها جنب الجثة الذكر، ويذبح حمامة أنثى يحطها جنب الجثة الأنثى. مش ممكن، لأن الحادثة حسب التقارير كبار الأطباء بيقولوا ان الحادثة حصلت في توقيت محدد لن يستطيع إنسان بمفرده أنه يقدر يكون بعد أنه يقتل 10 أنه يقتل 10 ومحدش يشعر بيه ولا حد يسمع صوته. وكمان اللي أكد براءته أن هم لقوا جزمة في المكان، ولما لبسوها له لقوا الجزمة مقاس 42 وهو رجله مقاسها 45. وبعد 3 سنين خرج محمد من السجن وأسدل الستار على قضية مذبحة بني مزار، وحتى الآن لم يستدل على الجاني حر طليق. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان اي قصة جديدة ننزلوها تكونوا انتوا اول ناس تسمعوها. دمتم في امان الله. كان معكم محمود شعبان، السلام عليكم.